سيادة النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ أيضا معانا على التليفون. أهلا بك سيادة النائب. ألو؟ لسه مش معانا. طيب احنا هنعود الاتصال مرة تانية بسيادة النائب محمد الرشيدي، بس تعال نفكر مع بعض بصوت عالي على يمكن السؤال الأخير اللي أنا كنت بتكلم فيه مع سعادة السفير صلاح حليمة، مسألة استحداث مصر لأكثر من أمر لم يكن موجودا في الإطار الإفريقي، منها على سبيل المثال منطقة التجارة الحرة، منها مثلا هذه الاجتماعات التنسيقية وغيرها. مصر عملت كده ليه؟ سيادة السفير شرح، لكن تعالى هنبسط قدر الاستطاعة. في حاجة فرع من فروع الاقتصاد اسمه اقتصاد سياسي. مصر قدرت تنجح في إقناع كل الأطراف في إفريقيا وفي المنطقة العربية بأنه العلاقة ما بين القارة الإفريقية الـ 54 دولة زائد المجموعة العربية كلها، مش بس الدول العربية الإفريقية اللي هي دول الشمال الإفريقي، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب، لا، هي مصر قدرت تربط المنطقة العربية بإفريقيا باعتبار أنه في وحدة مصير، في وحدة مصير متعلقة بأنه أمن القارة وأمن المنطقة العربية واحد، في وحدة مصير متعلقة بأنه اقتصاد القارة واقتصاد المنطقة العربية واحد. خلوني أخد معايا على تليفون سيادة النائب محمد الرشيدي. أهلا بيك سيادة النائب. أهلا بيك سيادة، صباح حضرتك. كله تمام الحمد لله، كله كويس. كنا بنتكلم على النهاردة زيارة فخامة الرئيس لنيروبي لحضور اجتماع التنسيق النصف سنوي، كنا بنتكلم على الدور اللي لعبته مصر تحديدا في ربط المنطقة العربية بسائر القارة الإفريقية، وعاوزين نسمع رؤية حضرتك في ده. طيب، واحنا طبعا في البداية طبعا أنا برحب بحضرتك، برحب بالسادة المشاهدين، واحنا طبعا شايفين من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في 2014 ان في اهتمام ملحوظ وحرص على توطيد العلاقات مع كل الدول الافريقيه، وان مصر بطبيعتها دوله رائده، واحنا ما كناش شايفين الدور ده موجود قبل كده غير في وجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش عايز اطول على حضرتك، وان خلينا في القمه الخامسه دلوقتي للمنتصف العام للافريقيه التابعه للاتحاد الافريقي، وان احنا ان رئيس السيسي هيلقي كلمه خلال القمه دي، وهيستعرض خلال خطه مصر في ظل ترأس حضرته للجنه التوجيهيه لرؤساء الدول وحكومات الوكاله الافريقيه للتنميه اللي هي اسمها الديباخ، وان الرئيس السيسي برضه في المؤتمر بصفة ان هو رئيس الحالي لمؤتمر الامم المتحده للمناخ هيقول برضه في الجلسه بتاعت البيئه والتغيرات المناخيه عشان يستعرض فيها كل الجهود المصريه اللي قامت بيها في مواجهه تاثيرات التغيرات المناخيه على دول القاره الافريقيه. واكيد طبعا احنا هيبقى بجانب ده هيبقى اكيد في طبعا مباحثات مع الرئيس الكيني، وهو احنا تربطنا بكينيا يعني روابط يعني وثيقه الصله طبعا بنقدر من خلالها ان احنا هنعزز فيها اوجه التعاون الثنائي ما بين البلدين الثقتين، وان التعامل ازاي هيكون في مجال القاره الافريقيه. واكيد اكيد اكيد ان الرئيس السيسي هيتطرق خلال المباحثات دي عن دول الجوار والازمه الموجوده الحاليه دلوقتي في السودان واهميتها وايه الدور اللي بتلعبه في الامن القومي المصري. في اكيد في حاجات كتير احنا هننتظر طبعا ان احنا نشوف ان الرئيس السيسي ما بيتاخرش اي جهد في وجوده في اي محفل من المحافل الدوليه دي، ان هو بيتكلم على طول عن الدول الافريقيه وعن دول الجوار والمشاكل الموجوده فيها. عظيم جدا، عظيم جدا. أنا بشكرك جدا سيادة النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ. قبل الفصل هلخص لك تاني اللي كان بيتكلم فيه سيادة النائب محمد الرشيدي عضو سعادة السفير صلاح حليمة. العلاقة اللي نجحت مصر في إقناع كل الأطراف الإفريقية مع كافة الأطراف العربية بأن هناك وحدة مصير، وحدة مصير في أمن واستقرار المنطقة بالكامل. ما يحدث في إفريقيا إن حدث إيجابيا إنما يؤثر إيجابيا على كل المنطقة بما فيها الخليج العربي، وصولا إلى الشام بالكامل، سوريا وفلسطين ولبنان وطبعا المملكة الأردنية، مش بس الجانب العربي الإفريقي. نفس القصة لما تيجي تبص عليها هتشوف يا ترى هل ترى بتتعمل اجتماعات جادة ليه؟ لأنه السعودية، الخليج، المنطقة العربية الأسيوية تعي جيدا حجم المخاطر اللي ممكن تحصل إن استمر الوضع في السودان على هذا الأمر، صح؟ طيب